جزاكم الله خيرا. أم مهدي تقول بأنها استوشمت وهي في حالة لا تدري بأنها حرام، هذا الوشم في يدها سوته قبل ما يقارب من 40 سنة، والآن تقول أنا تائبة إلى الله، ماذا أفعل؟ هل أزيله بالليزر أم ماذا أفعل؟ الحمد لله التوبة مقبولة إن شاء الله، وأما أثر الوشم فإن كانت تستطيع إزالته إنها يجب عليها ذلك، وإن كانت لا تستطيع إزالته إنها تكفي التوبة والحمد لله. نعم.